بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الدرس الأول من الباب الثالث اللي هو الاتزان الكيميائي. الدرس من بداية الباب حتى ما قبل العوامل المؤثرة على معدل سرعة التفاعل الكيميائي. السؤال الأول بيقول لي النظام المتزن هو نظام ساكن ولا ديناميكي على المستوى المرئي، وساكن أو ديناميكي على المستوى غير المرئي. النظام المتزن لو شفته بالعين كده تحس إن هو نظام ساكن، مفيش فيه حاجة بتتغير، لكن في الحقيقة هو نظام ديناميكي على المستوى غير المرئي. يبقى النظام المتزن هو نظام ساكن على المستوى المرئي، ديناميكي على المستوى غير المرئي. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال رقم 2 يشمل النظام المتزن على عمليتين متعاكستين فقط، متماثلتين فقط، متلازمتين فقط، متلازمتين ومتعاكستين. متلازمتين ومتعاكستين. العمليتين المتلازمتين والمتعاكستين هما معدل التفاعل الطردي ومعدل التفاعل الايه العكسي، بيكون بيحصلوا في نفس اللحظة في اتجاهين عكس بعض، فانت بتحس ان مفيش حاجة بتحصل، يعني سرعة التفاعل الطردي تساوي سرعة التفاعل الايه العكسي عند الاتزان طبعا. يبقى عمليتين متلازمتين ومتعاكستين. السؤال رقم 3 عند تسخين كمية من الماء في اناء مغلق يحدث نقط عند درجة حرارة معينة. لما بسخن كمية من المية في اناء مغلق، الأول بيكون معدل التبخير أكتر من معدل التكثيف لحد ما بنوصل لمرحلة اسمها ضغط بخار الماء المشبع. الهواء اللي بيكون فوق السائل اللي هو في الرسمة اللي تحت دي بيتشبع ببخار الماء، ساعتها بنوصل لحالة اسمها حالة الاتزان، إن معدل التبخير يساوي معدل الإيه؟ التكثيف. فأنت هتشوف مستوى المية ثابت، يعني هيبقى نظام ساكن على المستوى المرئي، لكن هو في الحقيقة نظام ديناميكي على المستوى غير المرئي، يعني كل شويه في جزيئات بتتبخر وجزيئات بتيجي مكانها تتكثف بنفس العدد بالظبط. طيب يبقى حصل اتزان. اتزان فيزيائي ولا كيميائي ولا حراري؟ اتزان فيزيائي، لان الماده الكيميائيه ما اتغيرتش، يعني انا كان عندي H2O سائل بقى H2O غاز اللي هو G او V بخار، يعني يبقى يحصل اتزان ايه فيزيائي. السؤال رقم 4 عند تسخين كميه من الماء في اناء مغلق كما بالرسم، عند الوصول الى حالة الاتزان، لما اوصل للاتزان بسميها اتزان ايه؟ بسميه اتزان فيزيائي لسه الى حالا، لان التركيب الكيميائي للمادتين دول هو نفسه ما اتغيرش. لما يبقى التركيب الكيميائي يتغير ساعتها نبقى نقول اتزان ايه؟ كيميائي. السؤال رقم 5 اي من العبارات التالية ينطبق على كمية من الماء في اناء مغلق؟ عندي كمية مية محطوطة في إناء مغلق، المية دي دايما بتكون في حالة اتزان طالما كانت درجة الحرارة ثابتة، دي معلومة صح. المية هتفضل في حالة اتزان طول ما درجة الحرارة إيه؟ ثابتة، يعني معدل التبخير بتاعها يساوي معدل التكثيف عند الدرجة دي. لو تصل للاتزان إلا بالقيام بالتسخين، لا مش شرط، هتتغير كتلتها مع مرور الزمن، لا ده هو إناء مغلق. نظام ساكن على المستوى المرئي وغير المرئي؟ لا، هو نظام ساكن على المستوى المرئي وديناميكي على المستوى غير الايه المرئي. يبقى الاجابه الصح والادق هي الاجابه ايه الف. السؤال رقم 6 عند تسخين كميه من الماء في اناء مغلق كان عدد جزيئات بخار الماء التي تتكثف عند الاتزان 3.1 من 100 في 10 اس 23 جزيء. اي العبارات التاليه صحيحه؟ بيقول لي الميه خلاص وصلت للاتزان في اناء ايه مغلق، عدد الجزيئات المتكثفة 3.1 من 100 في 10 أس 23 جزيء، فبقول لي عدد جزيئات الماء التي تتبخر عند الاتزان 3.1 من 100 في 10 أس 23 جزيء، دي معلومة صح، لأن طالما وصل للاتزان يبقى عدد الجزيئات المتبخرة يساوي عدد الجزيئات الإيه؟ المتكثفة، هو قال المتكثفة بـ 3.1 من 100 في 10 أس 23، يبقى اللي هتتبخر برضه بنفس الرقم، يبقى دي معلومة صح. بس خلي بالك هنا في إجابة جامعة ما سبق، فتعالوا كده نشيك على الإجابات التانية. كتلة جزيئات الماء التي تتبخر عند الاتزان 9 جرام. أنا خلاص عرفت إن عدد جزيئات المية اللي هتتبخر عند الاتزان بالرقم ده، أحسب الكتلة بتاعته، والله لو طلعت 9 جرام يبقى دي كمان صح. طيب أنا عارف إن الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة الإيه؟ المولية، ده القانون اللي درسناه في الباب التاني. بس أنا هنا ما عنديش عدد مولات، أنا عندي عدد جزيئات. يبقى ابدل ال n ده ب n u على n a اللي هي عدد الجزيئات على عدد افوجادرو في m w t اللي هي الكتله الموليه. يبقى الكتله تساوي عدد الجزيئات اللي هو 3.1 من 100 في 10 اس 23 على عدد افوجادرو اللي هو 6.2 من 100 في 10 اس 23 في
الكتلة المولية للماء ب 18، ده على ده هيطلع نص، نص في 18 ب 9 جرام، يبقى المعلومة دي كمان صح، يبقى أكيد الإجابة جميع ما سبق. تعالوا برضو نكمل، عدد مولات جزيئات الماء اللي هتتبخر نص مول. طيب أحسب عدد المولات، أنا عارف إن عدد المولات هو عدد الجزيئات على عدد إيه؟ أفوجادرو، عدد الجزيئات اللي اتبخرت 3.1 في 10^23، وعدد أفوجادرو 6.2 في 10^23، هنقسمهم هيطلع نص مول فعلا، يبقى الإجابة دي كمان صح، يبقى التلاتة دول صح، يبقى الإجابة جميع ما سبق. السؤال رقم 7 بيقول لي أي الأشكال التالية يصف بطريقة صحيحة الوصول لحالة ضغط بخار الماء المشبع؟ لسه قايل حالا لما اوصل لضغط بخار الماء المشبع يبقى انا وصلت للاتزان. طب مين الرسمه في دول اللي فيها اتزان؟ اعد عدد الجزيئات المتبخره وعدد الجزيئات الايه المتكثفه، اشوف قد بعض فين، لو لقيتهم نفس بعض او عددهم نفس بعض يبقى انا كده وصلت للاتزان اللي هي ضغط بخار الماء المشبع. هلاقي في الرسمه ايه 1 2 3 4 5 متبخر ومفيش متكثف اصلا، يبقى دي اكيد غلط. طيب المتبخر هنا 1 2 3 4 5، ده اللي طالع لفوق. طيب اللي نازل لتحت 1 2 3 5 3، لا مش بيساوي بعض. طيب تعال نشوف هنا كام واحد فوق وكام واحد تحت. اللي فوق 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 فوق وواحد بس اللي نازل تحت، يبقى دول مش بيساوي بعض، يبقى دي كمان غلط، يبقى اكيد الاجابه هي دي. تعالوا نشوف اللي طالع لفوق 1 2 3 4 5، 5 فوق، اللي تحت 1 2 3 4 5، يبقى عدد الجزيئات اللي هتتبخر تساوي عدد الجزيئات اللي هتتكثف، يبقى انا وصلت للاتزان، يبقى الاجابة الصحيحة هي دي. السؤال رقم 8 الشكل المقابل يمثل اناءين متساويين في الحجم، الاناءين دول نفس الحجم، يعني مثلا واحد فيهم 5 لتر والتاني 5 لتر برضه، يحتويان نفس الكمية من الماء، يعني أنا حاطط هنا مثلا 3 لتر وهنا 3 لتر مية، ولكن بمساحة سطح مختلفة، مساحة السطح هنا في الإناء A أكبر من مساحة السطح في الإناء B. طيب بيقول لي بقى الضغط البخاري في الإناءين لما عرضهم للتسخين بنفس درجة الحرارة، يعني أنا أسخن هنا وأسخن هنا، هيطلع هنا بخار وهنا بخار، فالبخار هنا هيعمل ضغط بخاري والبخار هنا هيعمل ضغط بخاري. طيب الكميتين قد بعض، يعني هنا 3 لتر مية 3 لتر مية، وتعرضوا لنفس درجة الحرارة، يبقى في النهاية لازم يكون الضغط البخاري متساوي. طيب في البداية هل هيكون متساوي؟ لا طبعا، عدد الجزيئات اللي ممكن قابلة للتبخر في الإناء A أكتر من الإناء B، لأن مساحة السطح هنا كبيرة، فعدد الجزيئات السطحية بتاعت المية كتيرة، فهيطلع ضغط بخاري كتير في الأول، يبقى الـ A هيبقى أسرع من الـ B في البداية، تمام؟ لكن في النهاية هيتساوم. تعالوا بقى نطبق الكلام اللي أنا قلته ده على رسمة، هنلاقيها الإجابة C، أو الـ A في البداية كان سريع، لما تلاقي الكيرف مايل ناحية الخط الرأسي معناه إن هو سريع، يعني الضغط البخاري بيزيد بسرعة مع مرور الزمن. اما البي كان بيزيد، بس بيزيد بايه؟ ببطء، لكن في النهايه الضغط البخاري ليهم ايه؟ تساوى، يبقى الاجابه الصحيحه هي سي. السؤال رقم 9 جميع ما يلي يمثل اتزان فيزيائي ما عدا بي ار 2 ليكويد اللي هو سائل بقى بي ار 2 غاز، ده فعلا اتزان فيزيائي لان الماده الكيميائيه ما اتغيرتش، الحاله الفيزيائيه بس هي اللي اتغيرت، اي 2 صلب بقى اي 2 غاز، الحالة الفيزيائية بس اللي اتغيرت من صلب الغاز، ودي حاجة اسمها التسامي اللي هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الغازية دون المرور بالحالة السائلة، يبقى دي كمان فيزيائي ما اتغيرتش. ال H2O liquid بقى H2O غاز، يبقى اتغيرت الحالة الفيزيائية فقط، يبقى اتزان فيزيائي، يبقى أكيد الإجابة دال. هلاقي هنا N2O4 بقى NO2، لا الغاز اتغير، نوع الغاز اتغير، دي مادة كيميائية ودي مادة كيميائية تانية، يبقى ده اتزان كيميائي مش فيزيائي، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال رقم 10 يوصف الاتزان الكيميائي بأنه النظام الذي تتحول فيه المواد المتفاعلة إلى مواد ناتجة، ولا تتحول فيه المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة،
ولا يكون معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل العكسي، ولا تتساوى تركيزات المتفاعلات والنواتج؟ لا، اتزان، يعني سرعة التفاعل الطردي تساوي سرعة التفاعل العكسي، اللي هو معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل العكسي. يبقى الإجابة الصحيحة هي ج، اوعى تختار د. الاتزان الكيميائي تثبت تراكيز المتفاعلات والنواتج، تثبت مش شرط تتساوى. طب هل ممكن تتساوى؟ هي ممكن، بس دي صدفة يعني، تمام، لكن مش أساس في الكيمياء. الأساس إن تثبت تركيزات المتفاعلات والإيه؟ والنواتج، مش تتساوى. السؤال رقم 11، في تفاعل انعكاسي متزن إذا حدث خلل فإن معدل استهلاك أي مادة يساوي معدل إنتاجه؟ لا، ده معدل استهلاك أي مادة يساوي إنتاجه لو في اتزان. أنا بقول لك أنا بوظت الاتزان، عملت خلل في تفاعل إيه؟ متزن، يبقى مش هختار دي. أنا هختار الإجابة ألف دي لو كان قال لي تفاعل متزن وما حصلش فيه خلل. أول ما يحصل خلل في النظام المتزن بيبدأ النظام يغير من نفسه بحيث إن هو يلغي اللي أنت عملته، فيبدأ يمشي طردي أكتر، عكسي أكتر. المهم هتعرف الحصص اللي جاية بإذن الله هيمشي طردي ولا عكسي. بس المهم اللي أنا عايزك تعرفه إن لما بيحصل خلل في النظام المتزن بيكون معدل التفاعل الطردي أكبر من العكسي أو الطردي أقل من العكسي. يبقى الإجابة ب وجيم صح، يبقى الإجابة د. تاني، A مع B يدلنا مثلا C مع D، هنعرف إن شاء الله في الحصص اللي جاية. لو أنا زودت ال B قللت ال B، زودت ال C مثلا قللت ال D، ده هيعمل خلل في الاتزان اللي قدامك ده. الخلل ده هيخلي التفاعل يا يمشي طردي اكتر يا يمشي ايه؟ عكسي، وهنعرف ازاي بعدين. المهم انا عايزك تعرف حاليا ان الخلل بيخلي معدل التفاعل الطردي اكتر من العكسي او اقل، على حسب انت عملت ايه. السؤال رقم 12، اي التغيرات التالية يمكن توقعه اثناء حدوث التفاعل الكيميائي الانعكاسي؟ يقل تركيز المواد المتفاعلة الى ان تستهلك تماما. لا، تستهلك تماما المواد المتفاعلة، ده يبقى كده التفاعل تام مش انعكاسي، يبقى دي غلط. يزداد تركيز المواد الناتجة ويقل تركيز المواد المتفاعلة إلى أن يصل لحالة الاتزان. طبعا صح، احنا عارفين النظام المتزن يا إما المتفاعلات بتبدأ تقل 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 وبعدين تيه تثبت، والنواتج تبدأ تزيد 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 وبعدين تيه تثبت. ده اسمه نظام متزن. دي ليها ثلاث احتمالات، المتفاعلات ممكن تقل وتثبت، والنواتج تزيد وتثبت، ويفضل المتفاعلات اكتر من النواتج. او ممكن احتمال تاني ان المتفاعلات تفضل تقل 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 وبعدين تثبت، النواتج تزيد 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 وبعدين تثبت. بس عند الاتزان تلاقي النواتج اكتر منين؟ من المتفاعلات. في احتمال تالت ان المتفاعلات تفضل تقل وبعدين تثبت، النواتج تزيد وبعدين تثبت، وبالصدفة يتساوم. تمام، يبقى في ثلاث احتمالات. بس عموما في النهاية سواء كان دي او دي او دي، خلي بالك العلاقة هنا بين التركيز والزمن، لان لو معدل التفاعل مع الزمن الرسمة هتتغير، هتبقى بس الرسمة الايه التالتة دي، لكن التركيز مع الزمن ليها ثلاث احتمالات. لكن الاتزان عموما يزداد تركيز المواد الناتجة ويقل تركيز المواد المتفاعلة إلى أن يصل لحالة الإيه؟ الاتزان. السؤال 13، أثناء سير التفاعل التام فإن جميع ما يلي صحيح ما عدا. التفاعل التام بقى الرسمة بتاعته بتبقى عاملة إزاي؟ المتفاعلات بتبدأ كبيرة جدا تركيزها، يفضل يقل 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 لحد ما تقريبا يقرب أو يوصل للصفر، والنواتج تبدأ تزيد 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 لحد ما توصل لأعلى إيه؟ قيمة، لكن مش بتقل شوية وتثبت، ولا ده بيزيد شوية وإيه ويثبت. فبيقول لي كل ده صح على التفاعل التام ما عدا، هل بيحصل اتزان ما بين المتفاعلات والنواتج؟ لا طبعا، يبقى اختار دي. الاتزان ده في التفاعل الانعكاسي. يقل تركيز المواد المتفاعلة إلى أن تستهلك تقريبا. فعلا المواد المتفاعلة بتفضل تقل 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 لحد ما تقريبا توصل لمين؟ للصفر. يزداد تركيز المواد الناتجة من التفاعل، فعلا المواد الناتجة بتفضل تزيد. يخرج أحد النواتج من حيز التفاعل، احنا قلنا التفاعلات التامة في أحد النواتج بيخرج من حيز التفاعل بيهرب، اللي هو إيه؟ يا إما بيتصاعد غاز يا إما يتكون إيه؟ راسب.
وما بيقدرش النواتج تتحد مع بعضها تاني عشان تكون المتفاعلات مرة أخرى. يبقى دي كمان صح بالنسبة للتفاعل الإيه؟ التام. السؤال رقم 14، تمتاز التفاعلات التامة بأن أحد نواتج التفاعل غاز، بس بقول لي غاز فقط، لا مش شرط غاز فقط، أحد نواتج التفاعل راسب فقط، مش شرط برضه ممكن يكون غاز، أحد النواتج التفاعل غاز أو راسب، آه هي دي الإجابة. التفاعلات التامة في مادة بتظهر في النواتج بتخرج بره حيز التفاعل اللي هي غاز أو إيه؟ أو راسب. معدل التفاعل الطردي أكبر من معدل التفاعل العكسي، مفيش عكسي أصلا، هو ماشي في اتجاه إيه؟ واحد. ولو شفنا كراسة المفاهيم هتلاقي تعريف التفاعلات التامة هي تفاعلات تسير في اتجاه واحد غالبا اللي هو الاتجاه الطردي، حيث يصعب على المواد الناتجة التي تحتوي على إيه؟ غاز أو راسب أن تتحد مع بعضها لتكوين المتفاعلات في نفس ظروف إجراء الإيه؟ التفاعل. أما التفاعلات الإنعكاسية بتكون ماشية في الاتجاهين طرد وعكسي، والمتفاعلات والنواتج بتبقى موجودة في حيز الإيه؟ التفاعل عند الإيه؟ الاتزان. وتعريف الاتزان هو نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، اقرا كده، وتثبت تركيزات المتفاعلات والايه والنواتج. والاتزان بيفضل قائم طالما جميع المتفاعلات والنواتج موجوده، يعني مفيش غاز تصاعد ولا تكون راسب وما غيرتش انت درجه الايه الحراره. السؤال رقم 15، جميع ما يلي من امثله التفاعلات التامه ما عدا، يلا، مغنيسيوم مع HCl هيدلنا MgCl2 مع H2. هنا غاز الهيدروجين خرج بره حيز التفاعل، ما عادش يقدر يتفاعل مع MgCl2 ويكون لي تاني Mg مع HCl، يبقى التفاعل ده تفاعل تام. في مادة هربت من وسط التفاعل. 2 NO2 غاز بقوا N2O4 غاز في إناء مغلق. لما تلاقي المتفاعلات غازية والنواتج غازية في إناء مغلق، يبقى التفاعل ده انعكاسي. يبقى ده هختارها، ده انعكاسي مش تام. طيب نيجي هنا، NaBr مع EgNO3 هيدلنا NaNO3 مع EgBr، انت عارف ان ده راسب ابيض مصفر، وطالما راسب يبقى التفاعل ده تفاعل تام. طيب نيجي للحالة التالتة ان يكون تام، ان يجيب لك تفاعل تعادل بس بين حمض قوي مع قاعدة ايه قوية، ما هو HCl حمض قوي وNaOH قاعدة قوية، يدلنا NaCl وH2O، دي بتبقى تفاعلات تامة طالما الحمض قوي القاعدة ايه قوية. ليه يعني؟ لان الملح ده ما يقدرش يتحد مع المية تاني ويرجع لأصله، لان الملح ده مشتق من حمض قوي مع قاعدة قوية. هتعرف في اخر درس في الباب الثالث حاجة اسمها التميق، الملح ممكن يمسك في المية ويرجع لأصله اللي هو حمض او قاعدة، بس لازم تكون ضعيفة ما ينفعش قوية، لأن الحمض القوي والقاعدة القوية بيتأين تأين تام ما ينفعش يرجع لأصله أصلا. تمام، يبقى لو لقيت حمض قوي مع قاعدة قوية أعرف إن التفاعل ده تفاعل إيه تام. السؤال رقم 16، يتفق تفاعل محلولي كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl مع AgNO3 اللي هو نترات الفضة مع تفاعل محلولي كربونات الصوديوم اللي هي Na2CO3 مع كبريتات المغنيسيوم بأنهما تمان ولا لحظيان ولا انعكاسيان ولا تمان ولحظيان؟ طب تعال نشوف النواتج هنا، ده محلول مائي مع محلول مائي هيدلنا ايه؟ هيدلنا AgCl اللي هو راسب ابيض مع NaNO3. طب وهنا الMg هتمسك في الCO3 وتدلنا MgCO3، ده برضو راسب، ودي تفاعلات تبادل مزدوج او احلال مزدوج بين ايونات. التفاعلات اللي بتكون بين ايونات بتكون تفاعلات تامه، دي قلناها النهارده، وبتكون تفاعلات لحظيه. تمام، يبقى التفاعلات دي تفاعلات تامه ولحظيه بتحصل بسرعه جدا جدا، يبقى الاجابه الصحيحه هي دال، هي مكتوبه جيم معدله، هي دال. السؤال رقم 17، تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع المغنيسيوم يعتبر تفاعل تام ليه؟ لسه قايلينها حالا دلوقتي، الام جي لما يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك هيدلنا MgCl2 مع H2، ال H2 ده غاز، الغاز ده هيخرج بره حيز التفاعل، فمش هيقدر يتفاعل تاني مع مين؟ مع ال MgCl2. وعلى فكرة التفاعل ده تفاعل تام سواء كان في إناء مفتوح أو إناء مغلق. تمام، يبقى الإجابة لأن خروج غاز الهيدروجين من حيز الإيه؟ التفاعل، في مادة هربت من وسط التفاعل.
يعني غير قادرة على التفاعل تاني عشان ترجع للمتفاعلات. السؤال 18، يعتبر تفاعل محلول كبريتات المغنيسيوم مع محلول بيكربونات الصوديوم مع التسخين. طب تعالوا نشوف، كبريتات المغنيسيوم MgSO4 ده محلول مع بيكربونات الصوديوم اللي هو NaHCO3 وده محلول، هيدلنا MgHCO3 by 2 وده محلول، اي حاجة فيها بيكربونات بتدوب، مع Na2SO4 تمام وده محلول برضو. هوزن المعادلة احط هنا 2، بس هو قال لي مع التسخين. انت عارف ان بيكربونات المغنيسيوم اللي هي محلول لو اتسخنت هتدلنا ايه؟ هتدلنا كربونات ومية وثاني اكسيد كربون. كربونات ومية وثاني اكسيد ايه؟ كربون. كربونات المغنيسيوم راسب، لان انت عارف ان كل الكربونات ايه؟ رواسب، ما عدا صوديوم بوتاسيوم امونيوم، والمية سائل وثاني اكسيد كربون غاز. يبقى التفاعل ده تفاعل تام ولا انعكاسي؟ هو بداية هو تفاعل تام، لان كون لي راسب اهو، والتفاعل التام ده مصحوب براسب ولا بغاز ولا غاز وراسب؟ لا، غاز وراسب. الراسب هو كربونات المغنيسيوم والغاز هو ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. السؤال رقم 19، اي العبارات التالية صحيحة عن التفاعل التالي؟ جايب لي حمض الكبريتيك مع هيدروكسيد بوتاسيوم يدلنا كبريتات بوتاسيوم ومية. الحمض ده حمض قوي، والقاعدة دي قاعدة قوية. طالما حمض قوي مع قاعدة قوية هيبقى التفاعل تفاعل ايه؟ تام. يبقى انعكاسي غلط، ده تام. تام ليه بقى؟ لان المتفاعلات حمض قوي وقاعدة قوية تام، لان الايونات الناتجة اللي انا لسه قايلها حالا اللي هي الموجب ده والسالب ده، الايونات بتاعت الملح، غير قادرة على الاتحاد مع الماء، ما يعرفوش يمسكوا في المية تاني ويرجعوا لاصلهم. دي فعلا معلومة صح. انا قلت مفيش ملح يعرف يمسك في المية الا لو كان اصله ضعيف، تمام؟ دول اصلهم قوي، ما ينفعش يحصل لهم حاجه اسمها تميؤ، اللي هو ارتباط الايونات مع الميه مكونا حمض ضعيف او قاعده ضعيفه او كلاهما. يبقى السببين دول صح، يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال رقم 20، جميع التفاعلات التاليه انعكاسيه ما عدا HNO3 مع NaOH، ده حمض مع قاعده، وده حمض قوي مع قاعده ايه؟ قويه. لو عايز تعرف الاحماض الاكسجينيه قويه او ضعيفه اطرح O ناقص H، لو طلع معاك 2 او 3 يبقى قوي، 0 او 1 يبقى ضعيف، 3 ناقص 1 2 يبقى ده حمض قوي، مع ال NaOH ديت قاعده ايه؟ قويه. يبقى حمض قوي مع قاعده قويه يبقى ده تفاعل ايه؟ تام، يبقى ده تفاعل غير انعكاسي. طيب هو هنا بيقول لي الف وباء، تعال نشوف يمكن باء كمان ايه؟ تفاعل تام. هو بيقول لي كله انعكاسي ما عدا ده ملح صلب، لما سخنته طلع لي CuO صلب مع NO2 غاز مع O2 غاز. الغازات ديت هربت من حيز التفاعل، خرجت بره حيز التفاعل، يبقى ده تفاعل تام. طيب التفاعل ده انعكاسي ولا لا؟ احنا قلنا اي حمض كربوكسيلي في الكيمياء مع اي كحول بيدي استر وميه، تمام؟ اي حمض وكحول استر وميه ده تفاعل انعكاسي، هتدرسه بالتفصيل الممل حوالي 3 4 مرات في العضويه، تمام؟ بس عموما الاحماض الكربوكسيليه دايما بيكون نهايتها COOH، والكحولات بيكون نهايتها OH، تمام؟ احنا هناخد OH من الحمض وH من الكحول، هيدلنا RCOOR ده استر مع ميه. اي تفاعل يجي لك بالمنظر ده ده تفاعل انعكاسي. يبقى كل دول تفاعلات انعكاسيه ما عدا التام، من التام ألف وباء، يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال 21، أي التفاعلات التالية يعتبر تفاعل انعكاسي؟ من في دول تفاعل انعكاسي؟ احتراق الخشب لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون، لو الخشب اتحرق وطلع ثاني أكسيد كربون يبقى ده خرج بره حيز التفاعل، ده غاز خرج بره حيز الإيه؟ التفاعل، ما عادش ينفع يرجع تاني. هل ينفع الخشب لما يتحرق أرجعه خشب تاني؟ ده مستحيل. تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين لتكوين غاز النشادر في اناء مغلق، ده تفاعل انعكاسي. عرفت منين؟ قلت لك في بدايه الفيديو ان لو لقيت المتفاعلات غازيه والنواتج غازيه في اناء مغلق يبقى التفاعل ده انعكاسي، يعني N2 ده غاز قال لي تفاعل مع H2 اللي هو الهيدروجين، ده غاز
قال لي هيديني ان اتش 3 ده غاز، وزن المعادله احط هنا 3 وهنا 2 اتوزنت. قال لي التفاعل ده تم في اناء ايه؟ مغلق. يبقى التفاعل ده تفاعل ايه؟ انعكاسي، فيه اتزان. طيب تفاعل محلول يوديد البوتاسيوم مع نترات الفضه، يوديد البوتاسيوم اللي هو كي اي، نترات الفضه اللي هو اي جي ان او 3. موجب الاول مع سالب الثاني هيدلنا اي جي اي، ده راسب اصفر، وطالما طلع راسب يبقى ماده خرجت بره حيز التفاعل، وده تفاعل تبادل ايه؟ مزدوج. طيب انبعاث غاز الهيدروجين عند تفاعل الالومنيوم مع حمض الهيدروكلوريك في وعاء ايه؟ مفتوح، ادي الالومنيوم اتفاعل مع ال HCl هيدلنا ايه؟ LCl3 مع H2. طالما طلع غاز في اناء مفتوح خرج بره حيز التفاعل يبقى ده تفاعل تام مش انعكاسي، وده وزن الايه؟ المعادله، والتفاعل سهم واحد لانه تفاعل ايه؟ تام. السؤال 22، الشكل البياني الذي يعبر عن تفاعل تام، لسه رسم لكم الاربع اشكال دول دلوقتي. قلنا تام يعني بيمشي في اتجاه واحد، المتفاعلات تركيزها بتفضل تقل 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 لحد ما توصل تقريبا الى الصفر، والنواتج تفضل تزيد الى اقصى ما يمكن، يبقى الاجابة الصحيحة هي باء. اما الاجابة الف وجيم ودال ده تفاعل انعكاسي، وقلنا له تلات احتمالات لو جاب لي على الخط الرأسي تركيز، تمام؟ النواتج عند الاتزان ممكن تكون اكتر من المتفاعلات او تساوي المتفاعلات، او تكون النواتج اقل من المتفاعلات عند الايه؟ الاتزان. اما لو جاب لك على الخط الرأسي معدل التفاعل، دي ملهاش الا رسمة واحدة بس اللي هي الرسمة جيم ده، بس مش هيبقى مكتوب ان هو تركيز، هيبقى مكتوب معدل التفاعل. لازم الطرد يساوي الايه؟ العكسي، لو معدل التفاعل الطرد يساوي معدل التفاعل الايه؟ العكسي. يبقى لو جاب لي علاقه ما بين التركيز والزمن زي ما انا قلت لكم، ممكن الرسمه الاولى دي او الثانيه او الثالثه. اما لو جاب لي على الخط الراسي معدل التفاعل ملهاش الا رسمه واحده اللي هي الرسمه دي، لازم يكون معدل التفاعل الطرد يساوي معدل التفاعل الايه؟ العكسي. السؤال رقم 23، يوضح الشكل المقابل رسما بيانيا لمعدل سير احد التفاعلات الكيميائية، وده رقم واحد وده رقم اتنين. بيقول لي رقم اتنين ده يمثل ايه؟ هو بداية كده ده تفاعل تام ولا انعكاسي؟ طالما المتفاعلات وصلت للصفر يبقى التفاعل ده تفاعل ايه؟ تام. طيب رقم واحد ده مين؟ رقم واحد ده النواتج، لان كانت بادئة بصفر في بداية التفاعل وبدأت تزيد، اللي كانت كبيرة وفضلت تقل لحد ما اختفت تقريبا اللي هي المتفاعلات. هو بيسألني على رقم اتنين اللي هي المتفاعلات بس في تفاعل انعكاسي ولا تام؟ لا ده تفاعل ايه؟ تام. يبقى الاجابة الصحيحة هي دال. السؤال 24، اي التفاعلات التالية يعبر عن المنحنى البياني المقابل؟ التفاعل اللي قدامك ده تفاعل تام ولا انعكاسي؟ ده تفاعل تام، لان المتفاعلات تركيزها وصل لمين؟ للصفر. ندور على تفاعل تام. التفاعل الاول ده محلول مائي مع محلول مائي ادى محلول مائي وراسب، يبقى اكيد تفاعل تام لان طلع راسب، يبقى خرج بره حيز التفاعل، يبقى مش هيقدر يمشي بالشكل الايه؟ العكسي، يبقى ده فعلا هو الاجابه. طيب انا عندي هنا غاز، غاز كان بس المفروض ان هو يكتب فيه اناء ايه؟ مغلق. انا قلت لك لو المتفاعلات غازيه والنواتج غازيه في اناء مغلق يبقى التفاعل انعكاسي. هنا غاز غاز وهنا غاز، متفاعلات غازية ونواتج غازية في إناء إيه؟ مغلق، يبقى ده تفاعل إيه؟ انعكاسي مش تام. الرسمة دي تفاعل تام، أنا بدور على تفاعل تام. أو حمض كربوكسيلي مع كحول يدي إستر ومية، ده دايما بيكون تفاعل إيه؟ انعكاسي. يبقى الثلاثة دول انعكاسي، أول واحد هو اللي إيه؟ اللي تام. السؤال 25، الشكل المقابل يوضح العلاقة بين التركيز المولاري والزمن للتفاعل الافتراضي التالي، A مع B يدلنا C، الـ A والـ B دول متفاعلات، والـ C دي إيه؟ نواتج، والتفاعل ده تفاعل إيه؟ تام، لأن المتفاعلات وصلت للصفر. بيسألني على رقم واحد، رقم واحد ده كان صفر في البداية وبدأ يزيد، يبقى دي النواتج، أما المتفاعلات هو اللي تركيزها بـ إيه؟ بيقل. يبقى بسألني على رقم واحد يبقى النواتج، النواتج اللي هي مين؟ سي. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء، سي فقط. السؤال 26، يعتبر التفاعل الموضح بالشكل المقابل، ده تفاعل واضح جدا إنه تفاعل انعكاسي،
لان المتفاعلات قلت وبعدين ثبتت ما اتغيرتش، النواتج بدأت تزيد تزيد وبعدين ايه ثبتت عند رقم معين. بيقول لي ده تفاعل انعكاسي ولا تام؟ اول حاجة انا هلغي الاجابة باء لانه بيقول لي تفاعل تام. طيب هو تفاعل انعكاسي اتزن عند تي كام؟ زمن الاتزان هو الزمن اللي بعده التراكيز ما بتتغيرش. يعني مثلا تعال نشوف تي واحد كده، هتلاقي بعدها لا التركيز لسه بيقل، هنا التركيز لسه بيزيد، يبقى ده مش زمن اتزان. طب تي 2 اللي هي النقطة دي، هتلاقي في حاجات بتزيد بعدها وحاجات بتقل وهنا حاجات بتزيد، يبقى ده مش زمن اتزان. تعال على تي 3، هتلاقي الاي كان رقمه لسه نفس الرقم، السي كانت رقم لسه نفس الرقم، البي كانت رقم يبقى نفس الاي الرقم، يبقى ده تفاعل انعكاسي اتزن عند تي كام؟ 3. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم، تفاعل انعكاسي اتزن عند اللحظة الزمنية تي 3. السؤال 27، يوضح الشكل المقابل التغير في التركيز بمرور الزمن أثناء سير التفاعل المتزن التالي. الاي اللي هي المتفاعلات ادت لي 3 بي اللي هي النواتج، بيقول لي أنا عايز الزمن اللي حصل عنده الاتزان، بدأ عنده حالة الاتزان. أنا قلت لك هو الزمن اللي بعده التراكيز ما بتتغيرش، هل هو الزمن W؟ لا، ده هنا التراكيز بتزيد وده بيقل. طيب هل هو X؟ لا، بعد الإكس لسه في تراكيز بتزيد وبتقل. طب هل هو الواي؟ لا، بعد الواي في حاجات بتزيد وحاجات بتقل. لكن عند الزمن زد أهو، تركيز الإي كان رقم لسه نفس الرقم، وتركيز البي كان رقم لسه نفس الإيه؟ الرقم. يبقى لحظة الاتزان تمت عند الزمن إيه؟ زد. يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال 28، عند إضافة قطرات من دليل أزرق بروموثيمول إلى المحلول الماء الساخن لأسيتات الإيثايل، يتلون المحلول باللون؟ طيب تعالوا نشرح الموضوع بسرعة كده. إحنا كان معانا حمض الأسيتيك مع الكحول الإيثيلي، كان بيدلنا إستر أسيتات الإيثايل اللي هو بيسأل عليه اللي هو ده مع المية. الإسترات بطبيعتها متعادلة والمية متعادل، لو التفاعل ده كان ماشي بشكل تام مش انعكاسي كان هيبقى المتفاعلات اختفت خلاص واللي معاك نواتج، فيبقى متعادل فيبقى يظهر اللون المتعادل للدليل. لكن التفاعل ده انعكاسي، يعني المتفاعلات والنواتج لسه موجودة في حيز التفاعل، يعني الحمض ده لسه موجود، فلما حطينا الأزرق بروموثيمول وأنا عندي حمض فيبقى المحلول هنا حمضي اهو، هيظهر باللون الحامضي للدليل اللي هو اللون الايه؟ الاصفر. يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم، وده حصل لان التفاعل انعكاسي، يعني الحمض لسه موجود في حيز التفاعل عند الايه؟ الاتزان. السؤال 29، اجري التفاعل المعبر عنه بالمعادلة التالية في اناء مغلق، يعني في اتزان، CO اللي هو اول اكسيد الكربون مع H2O ادلنا CO2 مع H2، أي مما يأتي يعبر عن هذا التفاعل عندما يكون في حالة إيه؟ اتزان. لما يوصل للاتزان التفاعل ده، هل لابد أن تكون تركيزات كل المواد متساوية؟ لا طبعًا، إحنا قلنا تثبت التراكيز مش تتساوى، اللي بيتساوى هو معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل الإيه؟ العكسي. طيب معدل التكوين والتفكك اللي هو الإجابة باء وجيم ودال، دول بيعتمدوا على عدد المولات. تمام، يعني مثلا بيقول لي معدل تكون غاز CO2 اللي هو ده يساوي معدل تفكك غاز CO2، يعني معدل تكوينه هو نفسه معدل التفكك بتاعه. فعلا في معلومة ثابتة في الاتزان بتقول ان التفاعل طالما وصل للاتزان معدل تفكك بتاع المادة هو نفسه معدل تكوينها، يعني معدل انتاجها هو نفسه معدل استهلاكها. بمعنى برضو CO2 ده لو فلنفرض يعني انحل منه، يعني راح كده 8 جرام منه، هيرجع في نفس اللحظة 8 جرام من هنا، وعشان كده انت بتحس ان ما حصلش حاجة، هو نظام ساكن على المستوى المرئي على مستوى عينيك، لكن في الحقيقة هو ديناميكي بيتحرك وبيحصل تفاعلات، بس طالما بتتم في اتجاهين عكس بعض وبنفس السرعة فانت ما بتحسش بيها، ما بتشوفهاش بعينيك، يبقى المعلومة دي صح. طب تعالوا نكمل، معدل تكوين غاز الـ H2 أكبر من معدل تفككه؟ لا، إحنا طالما وصلنا لحالة الاتزان يبقى معدل إنتاج أي مادة يساوي معدل استهلاكها. هتلاقيني كاتب لك في الملاحظات على التفاعل الكيميائي الانعكاسي المتزن،
معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل العكسي. تثبت تراكيز المتفاعلات والنواتج. معدل تكوين أي مادة يساوي معدل استهلاكها. دايما تركيز النواتج بيزيد والمتفاعلات بيقل لحد ما يثبت التراكيز. وقلنا الاتزان يعني النظام ساكن على المستوى المرئي ديناميكي على المستوى غير الايه المرئي. دي معلومات ثابته عن التفاعل الكيميائي الانعكاس الايه المتزن. يبقى المعلومه دي غلط. معدل تكوين غاز السي او اقل من معدل تفككه؟ لا، ما احنا قلنا طالما وصل للاتزان معدل التكوين هيساوي معدل التفكك لنفس الايه الماده. السؤال رقم 30، ما العباره التي لا تصف حاله الاتزان الكيميائي في التفاعل الافتراضي التالي؟ يعني بيقول لي من المعلومة الغلط، بيقول لك لا تصف الاتزان، بيقول لي لا تستهلك المادتان A و B كليا، يعني الA والB دول ما بيخلصوش، ما بيوصلوش للصفر. كلامه صح، هو بيفضلوا يقلوا 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 وبعدين يثبتوا عند رقم معين لان ده تفاعل ايه متزن، يبقى دي معلومة صح مش هخطرها. فبيقول لي لا تصف حالة الاتزان. المادتين C و D بيتفاعلوا بنفس معدل التكوين بتاعهم، يعني معدل التفاعل او الاستهلاك بتاعهم هو نفس معدل التكوين، صح؟ طالما وصلنا لحاله الايه الاتزان اللي هو بيسال عليه. تتوقف جميع المواد عن التفاعل عند الوصول لحاله الاتزان. لا، دي معلومه غلط، هي مش هتقف، التفاعل شغال خلاص، هو ساكن على المستوى المرئي بس، لكن هو حقيقي شغال طرد وايه وعكس بس بنفس الايه السرعه. تثبت تركيزات جميع المواد بلا استثناء. فعلا انا قلت تثبت تركيزات المتفاعلات والايه والنواتج، يبقى دي كلام صح على حاله الايه الاتزان. السؤال 31، سبب احمرار ورقه عباد الشمس الزرقاء عند وضعها في حيز تفاعل كميات متكافئه من حمض الاسيتيك والايثانول. ده حمض الاسيتيك مع الايثانول هيدلنا استر اسيتات الايثايل مع الميه. قلنا التفاعل ده انعكاسي، يعني الحمض لسه موجود في حيز التفاعل، فيعمل ايه في ورقة عباد الشمس الزرقاء؟ هيخليها لونها ايه؟ احمر. تمام، يبقى السبب في احمرار الورقة، هل لان اسيتات الايثايل اللي هي الاستر ده حامضية التأثير؟ لا، ده استر متعادل. هل لان التفاعل انعكاسي وحمض الاسيتيك لسه موجود في حيز التفاعل؟ دي معلومة صح. هل لان المتفاعلات والنواتج كلها لسه موجودة في حيز التفاعل؟ برضو دي معلومة صح، اللي هي المتفاعلات والنواتج لسه موجودة في حيز التفاعل. يبقى الإجابة باء وجيم إيه صحيحة، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال 32، ادرس التفاعلات الآتية ثم أجب. محلول نترات الفضة AgNO3 لما يتفاعل مع محلول كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl هيدلنا راسب أبيض من كلوريد الإيه الفضة مع محلول NaNO3. التفاعل ده تفاعل تام لأنه تبادل مزدوج بين أيونات وطلع راسب خرج بره حيز التفاعل. حمض مع كحول يدي استر وميه، لا ده تفاعل ايه؟ انعكاسي. اي حمض مع كحول يدي استر وميه ده تفاعل انعكاسي. تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك، قلتها النهارده اكتر من مره. المغنيسيوم هيحل محل الهيدروجين ويتصاعد غاز الهيدروجين، يبقى خرج بره حيز التفاعل، يبقى ده تفاعل تام. تفاعل هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH مع HCl، ده حمض قوي مع قاعدة قوية هيدي ملح متعادل مع مية، الملح ده مش هيقدر يتفاعل مع المية ويرجع لأصله تاني، يبقى تفاعل تام. تمام، أي الخيارات التالية صحيحة؟ التفاعل واحد والتفاعل اتنين تفاعلات تامة تسير في الاتجاه الطردي فقط. هو التفاعل واحد تام بس اتنين ده انعكاسي مش تام، يبقى المعلومة دي غلط. التفاعل اتنين تفاعل انعكاسي، تمام صح، يسير في اتجاه واحد فقط، غلط، التفاعلات الانعكاسية بتمشي طرد وايه وعكسي. تمام، التفاعل واحد وتلاتة واربعة تفاعلات انعكاسية، لا انا قلت تفاعلات ايه تامة، يبقى كده الاجابة دال. التفاعل اتنين تفاعل بطيء، التفاعلات الانعكاسية بتكون ابطأ من التفاعلات الايه التامة. تفاعل بطيء وكل من النواتج والمتفاعلات موجودة في حيز التفاعل، طالما تفاعل انعكاسي يعني ماشي في اتجاهين، يعني المتفاعلات والنواتج لسه موجودة، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال 33، ادرس التفاعلات التالية ثم أجب عن التالي. تفاعل حمض الأسيتيك مع الكحول الإيثيلي لتكوين الإستر والمية. حمض مع كحول يدي إستر ومية، ده تفاعل انعكاسي. تمام،
النيتروجين مع الهيدروجين يبدو نشادر، لسه قايل لكم النهارده ده تفاعل ايه؟ انعكاسي، اللي هو N2 مع 3H2 يدلنا 2NH3، متفاعلات غازية ونواتج غازية في إناء مغلق، تمام؟ التحلل الحراري لكربونات الكالسيوم لتكوين أكسيد الكالسيوم وغاز ثاني أكسيد الكربون في وعاء مغلق، يبقى ده برضو تفاعل انعكاسي، اللي هو CaCO3 دي مادة صلبة هتتكسر إلى CaO دي مادة صلبة مع CO2 اللي هو بيقول عليه، بيقول لي كربونات كالسيوم انحلت إلى CaO اللي هو أكسيد كالسيوم وغاز CO2، بس قال لي إناء مغلق يبقى تفاعل انعكاسي. كلوريد البريوم اللي هو BaCl2 كبريتات الصوديوم Na2SO4، موجب الأول مع سالب الثاني هيديني راسب أبيض من كبريتات البريوم، ده تفاعل تام لأن كون راسب خرج بره حيز الإيه؟ التفاعل. قال لي التفاعلات دي كلها ممكن يحصل فيها اتزان ما عدا مين؟ ما عدا آخر تفاعل اللي هو التفاعل AIV فقط، يبقى الإجابة الصحيحة هي د، كلهم فيهم اتزان لأنهم تفاعلات انعكاسية، لكن التفاعل بتاع كلوريد البريوم مع كبريتات الصوديوم ده تفاعل تام ما فيهوش اتزان. السؤال 34، يوضح الجدول التالي كتل المواد المتفاعلة والناتجة في تجربة عملية قبل بدء التفاعل وعند انتهائه. المادة KCl3 قبل التفاعل كانت 50 بقت 20، طالما كتلتها قلت يبقى هي أكيد متفاعلات. الـ MnO2 كان 15 ولسه 15، يبقى ده أكيد عامل حفاز، كتلته ما اتغيرتش. الـ KCl والـ O2 كانوا قبل التفاعل صفر، ما كانوش موجودين أصلا، زادت كميتهم، يبقى دول نواتج لأن هي اللي بتبدأ من الصفر. دور بقى على متفاعلات KCl3 ونواتج KCl مع O2 وعامل حفاز MnO2، يبقى الإجابة الصحيحة هي ب. السؤال 35، تم وضع كميات متكافئة من غازي الهيدروجين والنيتروجين في إناء مغلق تحت ظروف مناسبة من الضغط ودرجة الحرارة لتحضير غاز النشادر في التفاعل الانعكاسي التالي، غاز مع غاز ادالنا غاز في إناء مغلق يبقى تفاعل انعكاسي. في بداية التفاعل بيكون تركيز المتفاعلات كتير، فالتصادمات ما بينها بتبقى كتير، فسرعة التفاعل الطردي بيبقى عالية، يبقى سرعة التفاعل الطردي بتكون قيمة عظمى في البداية، وسرعة التفاعل العكسي بتكون صفر، لسه مفيش نواتج أصلا عشان ترجع لمتفاعلات عشان يمشي عكسي. هو التفاعل بدأ من عند المتفاعلات ولا النواتج؟ المتفاعلات، راح ناحية مين؟ النواتج. ده اسمه اتجاه طردي. لما يبقى يظهر نواتج ساعتها ممكن نقول ان هما هيتحدوا مع بعض ويمشوا عكسي ويكونوا لي متفاعلات. يبقى في بداية التفاعل سرعة التفاعل الطردي كانت قيمة عظمى والعكس كانت صفر، وتركيز المتفاعلات كانت كتيرة جدا، انا اللي حاطط بايدي N2 مع H2 والنواتج اصلا ما كانتش موجودة اللي هي صفر صفر. يبقى لحد دلوقتي الاجابة جيم ودال تنفع. وصلت للاتزان، سرعة التفاعل الطردي والعكس هيحصل لهم هتتساوى سرعة التفاعل الطردي مع العكسي، لحد دلوقتي برضو جيم ودال تنفع. تركيز المتفاعلات والنواتج تثبت وليس بالضرورة تتساوى، ولا تثبت ولازم تتساوى؟ لا، تثبت وليس بالضرورة تتساوى. انا قلت شرط الاتزان تثبت تركيزات المتفاعلات والنواتج، مش شرط تتساوى، مش شرط. يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم، اللي لازم يتساوى سرعة التفاعل الطردي مع مع العكسي. السؤال 36، جايب لي أربع أشكال لتفاعلات وبيقول لي من التفاعل التام أو الإنعكاسي وجايب لي مثال عليه. تعال الأول نحللهم قبل ما نشوف الاختيارات. جايب لي تفاعل تركيز المتفاعلات كان عالي وقعد يقل 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 لحد ما تقريبا وصل للصفر، وبعد فترة زمنية النواتج كانت صفر بدأت تزيد 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 لحد ما وصلت لأعلى قيمة، يبقى ده تفاعل تمام، بس ده تفاعل تام مش انعكاسي. تعالوا نشوف التفاعل في الشكل 2. في بداية التفاعل بيقول لي تركيز النواتج بيقل، هو في حاجة اسمها في بداية التفاعل النواتج بتقل؟ في بداية التفاعل مفيش نواتج أصلا، هتقل ازاي؟ تمام. وفي بعد فترة المتفاعلات هتزيد، ده المتفاعلات المفروض تركيزها بيقل، يبقى التفاعل ده أصلا مرسوم غلط، يبقى أي حاجة هتيجي عن الشكل 2 ده احسبها غلط، ما تختارهاش. طيب هنا
بيقول لي في بداية التفاعل تركيز المتفاعلات بيبقى عالي وبيقل لحد ما يوصل للصفر، وماله بتنفع؟ هل بعد فترة زمنية تركيز النواتج بيفضل يقل يقل لحد ما يوصل للصفر؟ نواتج قلة تقل للصفر ومتفاعلات تقل للصفر، ده تفاعل برضو مرسوم غلط. طب هنا المتفاعلات قلت 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 وبعدين ثبتت، تمام، وهنا النواتج بدأت تزيد 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 وبعدين ثبتت برضو، تمام. يبقى التفاعل ده تمام، بس ده تفاعل تام ولا انعكاسي؟ انعكاسي. يبقى اي حاجة هتجيلي على الشكل 2 و3 احسبها غلط، تمام. الشكل 1 و4 بس اللي ممكن نتعامل معاهم، تمام. يبقى الشكل 3 ده يبقى انا هحسبه غلط. تعال بقى نشوف الإجابة باء وجيم ودال. بيقول لي التفاعل 1 تفاعل انعكاسي، غلط. ليه بقى؟ لان انا قايل التفاعل 1 تفاعل ايه؟ تام. بيقول لي التفاعل 1 تفاعل تام، صح، جاي من تفاعل كلوريد البريوم اللي هو BaCl2 مع كبريتات الصوديوم اللي هي Na2SO4، فعلا هيكون راسب ابيض من كبريتات البريوم، وطالما كون راسب يبقى فعلا تفاعل ايه؟ تام. يبقى الاجابه الصحيحه هي ج. طب بيقول لي التفاعل 4 ده تفاعل تام، غلط، انا قايل ان هو تفاعل ايه؟ انعكاسي. السؤال 37، الشكل التالي يوضح التفاعل الافتراضي A تحول الى B، حيث الكرات الحمراء هي A والزرقاء هي B، تم تتبع التفاعل خلال فترات زمنية مختلفة فحصلنا على الشكل التالي، حدد الزمن اللي بدأ عنده الاتزان. انا قلت لك الزمن اللي بدأ عنده الاتزان لما تثبت تراكيز المتفاعلات والنواتج. يعني هنا مثلا الكرات الحمراء هي A كانت اقصى ما يمكن، بدأت تتفاعل مع بعض بعد 10 ثواني بدأ يظهر أزرق أهو، يبقى الإيه ده لونه أحمر والبي ده لونه إيه؟ أزرق، لحد دلوقتي تمام. بدأ الأحمر يقل والأزرق يزيد، تمام، بعد 15 ثانية. بعد 20 ثانية الأحمر قل والأزرق زاد، لحد دلوقتي تمام. كم أزرق؟ 1 2 3 4 5 6. كم أحمر؟ 1 2 3 4. طب شوف كده بعد 25 ثانية هتلاقي عندك 1 2 3 4 5 6 ازرق ولسه برضه 4 احمر، يبقى من 20 ل 25 ما حصلش تغير، لكن من 15 ل 20 حصل تغير. يبقى الزمن بتاع الاتزان هو 20 ثانيه، ده الزمن اللي وصلنا فيه ان تركيزات المتفاعلات والنواتج ثبتت. بعد ما كملنا بعده هنلاقي نفس التراكيز موجوده، لا زادت ولا قلت. يبقى الزمن اللي بدأ عنده الاتزان هو 20 ايه؟ ثانية. يبقى الإجابة الصحيحة هي ج. السؤال 38، في التفاعل التالي جايب لي نترات الفضة مع كلوريد صوديوم، ادالي NaNO3 مع راسب أبيض من كلوريد الفضة، طالما اتكون راسب يبقى التفاعل ده تفاعل ايه؟ تام. تمام، أي من الأشكال التالية يعبر عن العلاقة بين تركيز المتفاعلات مع الزمن؟ احنا قلنا في التفاعلات التامة تركيز المتفاعلات بيكون عالي جدا ويفضل يقل 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 لحد ما يوصل تقريبا للصفر، لان ده تفاعل تام. يبقى الاجابة الصح هي الاجابة ايه؟ دال، تركيز المتفاعلات بدأ التفاعل عالي جدا وبدأ تركيزه يقل لحد ما وصل لكام؟ للصفر. السؤال 39، اي الاشكال التالية تعبر عن التغير في تركيز المواد الناتجة اثناء التفاعل الكيميائي؟ في بداية التفاعل ما بيكونش فيه أصلا نواتج، تركيزها بيبقى صفر وبتبدأ تزيد 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 لحد ما توصل لأعلى إيه؟ قيمة. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف مش دال، هي ما بتزيدش بشكل منتظم لأن سرعة التفاعل الكيميائي أصلا بتتغير مع مرور الوقت، لأن التصادمات بتبدأ تقل ما بين المتفاعلات. يعني أنا عندي مثلا 100 جزيء بيتفاعل 100 مع 100 A مع B 100 مع 100، فالتصادمات عالية، اتفاعلوا مع بعض وكونوا نواتج، تمام، بقوا دلوقتي 80 جزيء مثلا مع 80 جزيء، يبقى التصادمات قلت فالسرعة قلت، فبقوا دلوقتي 50 جزيء مع 50 جزيء فالتصادمات بتقل فالسرعة بتقل، فتكوين النواتج بيتم بمعدل مختلف مع مرور الايه؟ الزمن. يبقى الإجابة هتكون ألف مش دال. السؤال رقم 40، الشكل البيان التالي يمثل العلاقة بين سرعة التفاعل الطردي وسرعة التفاعل العكسي. الرسمة اللي أنا وريتها لكم في المذكرة اللي هي معدل التفاعل، ما هي كلمة معدل يعني سرعة، قلت لكم دي ملهاش إلا رسمة واحدة بس، ملهاش تلات رسمات، ليها تلات رسمات لو كان كاتب لي نوع التركيز.
تمام، قلنا اللي بيقل مع مرور الزمن ده اسمه معدل التفاعل الطردي، ولسه شارح حالا ليه بيقل مع مرور الزمن، لان التصادمات الفعالة بين المتفاعلات بتبدأ تقل. اللي كان صفر وما كانش موجود اصلا وبدأ يزيد مع مرور الزمن هو معدل التفاعل الايه العكسي. يبقى معدل التفاعل الطردي هو البي، ومعدل التفاعل العكسي هو الايه، لحد ما يوصلوا لنقطة تتساوى فيها سرعة التفاعل الطردي مع العكسي اللي هي زمن الاتزان. بيقول لي الاي يعبر عن التفاعل الطردي، انا كاتب جنبه العكسي. تبدأ حالة الاتزان عند 6 دقايق، لا بدأت من عند 4 مش 6، تمام، لان بعد 4 السرعة بدأت تتساوى طردي وايه وعكسي. الاس او 3 اللي هو النواتج يزداد تدريجيا، فعلا النواتج يعني بتبدأ تزيد 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 حتى تثبت، ما عادش تتغير بعد 4 دقايق. فعلا بعد 4 دقايق وصلنا لايه للاتزان، يبقى دي معلومة صح. معدل تكوين الـ SO3 يساوي معدل استهلاك الـ O2. كان ممكن اقول صح لو عدد مولاتهم متساوي، لكن هنا 1 مول وهنا 2 مول. معدل التكوين والاستهلاك بيتناسب مع عدد المولات، بمعنى معدل تكوين الـ SO3 ضعف معدل استهلاك الـ O2، لان هنا 2 مول وهنا 1 مول، يعني ده هيبدأ يقل، ده متفاعلات بمقدار اكس واحدة، قيمة واحدة لانه مول واحد. اما ده نواتج هيزيد بمقدار 2 اكس، فمعدل التكوين هنا ضعف معدل الاستهلاك هنا. فهو بيقول لي معدل تكوين الـ SO3 يساوي معدل استهلاك الـ O2، غلط. انتوا عارفين كانت تبقى صح برضو امتى؟ لو قال لي معدل تكوين الـ SO3 يساوي معدل استهلاك الـ SO2 كانت تنفع صح، لان ده 2 مول وده 2 مول، يعني ده هيقل بمقدار 2x وده هيزيد بمقدار 2x، فمعدل الاستهلاك هنا نفس معدل التكوين هنا، يبقى دي معلومة غلط لانه قارن بمين؟ بالأكسجين. السؤال 41، الشكل البياني التالي يمثل العلاقة بين التغير في تركيز المتفاعلات مع الزمن. تفاعل 1 و2 و3، واضح جدا ان تفاعل 1 تركيز المتفاعلات خلص ووصل للصفر، يبقى ده تفاعل هو سريع، شايفين في زمن اقل. اما 2 خد زمن اكتر شوية، و3 خد زمن ايه اطول. نشوف بقى من التفاعل السريع والبطيء نسبيا والبطيء جدا، دي معلومة واضحة جدا في كتاب الوزارة. جايب لي تفاعل الزد ان مع ال HCl هيدلنا ZnCl2 ويتصاعد غاز الهيدروجين، يبقى ده تفاعل تام، يبقى تفاعل سريع، يبقى رقم 1، وبقول لي فعلا 1، يبقى دي تنفع لحد دلوقتي ده صح. الزيت النباتي الساخن مع محلول الصودا الكاوية، خدنا ان التفاعل ده بطيء نسبيا، يعني بطيء بس مش قوي، يعني رقم 2 لحد دلوقتي صح. وخدنا ان صدأ الحديد بياخد ايام وممكن شهور، يعني تفاعل بطيء جدا، يبقى هو التفاعل ايه 3. يبقى واضحة جدا من اول اختيار هي الاجابة ايه الف. ندخل بقى على المسائل والافكار بتاعت معدل التفاعل الكيميائي. ازاي بقيس معدل التفاعل الكيميائي؟ مقدار النقص في المتفاعلات او مقدار الزيادة في النواتج، بمعنى بيقول لي يمكن قياس معدل التفاعل التالي عن طريق قياس كل مما يلي ما عدا مقدار النقص في تركيز الـ HCl. الـ HCl ده محلول مائي يبقى له تركيز، وهو متفاعلات يبقى تركيزه هي ايه؟ هيقل، يبقى دي صح. مقدار النقص في كتلة الـ Zn، الـ Zn متفاعلات يبقى هتقل يبقى نقص، وهي مادة صلبة يبقى كتلة، صح، يبقى مقدار النقص في كتلة المادة الصلبة ده. مقدار النقص في تركيز محلول ZnCl2، ده محلول له تركيز بس ده نواتج، يعني تركيزها بيزيد مش بيقل، يبقى هقيس مقدار الزيادة مش النقص، يبقى دي غلط، هختار دي. مقدار الزيادة في حجم غاز الهيدروجين، صح، غاز الهيدروجين الحجم الغاز بتقاس باللتر، تمام، وده نواتج، يبقى كمية ايه زيادة، بيزيد بيتكون، يبقى مقدار الزيادة في حجم غاز الايه الهيدروجين. تمام، نبدأ بقى المسائل. السؤال 43، مادة كيميائية تركيزها الابتدائي 6 من 10 مولر، تفاعل 50% منها خلال نص دقيقة، عايز معدل التفاعل في الثانية الواحدة. أهم حاجة في المسائل بتاعت معدل التفاعل تخلي بالك من الوحدة اللي هو عايزها،
يعني مولر لكل ثانية، يبقى لازم تجيب تركيز على زمن. قال لك جرام على الدقيقة، لازم يكون معاك كتلة بالجرام على الزمن بالدقايق. قال لك مول لكل ثانية، تكون عارف عدد المولات على الزمن بالثواني. طيب هي اتفعل منها 50%، 50% من 6 من 10 يعني نصها، نصها اللي هي كام؟ 3 من 10 مولر. قال لي لكل نص دقيقة، نص دقيقة يعني كام ثانية؟ 30 ثانية. هو بقى بيقول لي أنا عايز المعدل بتاعها هيكون كام مولر لكل 1 ثانية، فبقول لي في الثانية الواحدة، أنا عايزها مولر لكل إيه؟ ثانية، طرفين في وسطين. يبقى هيكون معدل التفاعل 3 من 10 في 1/30، هيطلع معايا 1 من 100 مولر. يبقى سرعة التفاعل هتكون 1 من 100 مولر لكل ايه؟ ثانية. يبقى الإجابة الصحيحة هي ايه؟ ألف. السؤال 44، في التفاعل التالي جايب لي تفاعل متزن، كم يكون معدل تكوين Cl(F3)؟ يبقى أجي تحتها وأقول له أنا معرفش معدل تكوينها كام. إذا كان معدل استهلاك غاز الفلور اللي هو F2 بالرقم ده، أجي تحت الفلور وأكتب 9.3 في 10^5. أسهل طريقة حل، اكتب عدد المولات اللي موجودة في المعادلة، هنا كام؟ 3، وهنا كام؟ 2، بس المسألة خلصت، طرفين في وسطين واحسب الناتج. أعيد تاني، هو بيقول لي احسب معدل تكوين Cl(F3)، تعالى تحت وقول له أنا معرفش هو كام، وجايب لك معدل استهلاك الفلور برقمه، تمام؟ ودايما أعرف إن معدل الاستهلاك يعني ناقص، يبقى بالسالب، معدل التكوين هيبقى بالإيه؟ بالموجب. يلا طرفين في وسطين وتعالى نحسب هتطلع كام. طلعت معايا 6.2 في 10^5. هلاقيها في الإجابة ألف وباء. أختار ألف ولا باء؟ إحنا بنقول معدل تكوين، تكوين يعني نواتج، يعني بتزيد، يبقى بإشارة موجبة، يبقى أختار الإجابة إيه؟ باء. السؤال 45، يتم تحضير غاز أول أكسيد الكربون تبعا للمعادلة التالية، كربون مع ثاني أكسيد كربون يدلنا أول أكسيد الكربون، فإذا تفاعل 4.4 جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو ده جايب لي كتلته في زمن قدره 10 ثواني، كم يكون معدل تكوين غاز CO اللي هو ده؟ يبقى عايز يقارن CO بالCO2. طب شوف أهم حاجة عندي الوحدة، الوحدة جاية مول لكل إيه؟ ثانية. يبقى لازم CO2 ده اللي هو المعلوم يكون أصلا بالمول على الثانية عشان أقدر أعمل علاقة بينه وبين ده فطلع ده بالمول على الثانية. طيب أنا محتاج عدد المولات على الزمن بالثواني لأن أنا عايز مول على الثانية، أجيب عدد مولات ثاني أكسيد الكربون الأول اللي هو المعلوم وبعدين أبقى أشوف المجهول ده بعدين. يبقى أجيب عدد مولات CO2، أنا معايا كتلة، يبقى كتلة على كتلة مولية يساوي الكتلة 4.4 جرام، والكتلة المولية للسي او 2 هتحسبها 44، هيطلع معاك عدد المولات 1/10 مول. هات بقى معدل اللي هو الاستهلاك بتاع السي او 2 لانه متفاعلات، انت عايز الايه؟ المعدل بالمول على الثانية، يبقى لازم يكون معاك عدد المولات اللي هي 1/10 على الزمن بالثواني اللي هو 10، اقسم 1/10 على 10 هيطلع 1/100، يبقى معدل الاستهلاك 1/100 مول على الثانية، ما انا قسمت عدد مولات على الزمن بالثواني. انت ممكن بقى تحلها دلوقتي بمجرد النظر، ده هو 1 مول وده 2 مول، احنا عايزين ده، يبقى ده ضعف ده، ما هو ده 2 مول وده 1 مول، يبقى طالما ده هو 1/100 مول على الثانية يبقى ده 2/100 مول على الثانية. 2/100 اللي هي 2^10^2، واختارها بإشارة موجبة لأن دي إيه؟ نواتج، يبقى اختار الإجابة إيه؟ جيم. بس أنا هحلها معاك بهدوء دلوقتي، اكتب المعادلة عادي جدا، أدي كربون مع CO2 يدلنا 2 CO، أنت طلعت معدل استهلاك CO2 ب 0.01 مول على ثانية، وعايز معدل تكوين CO برضو بالمول على الثانية. قلت لك بتكتب فوقهم ايه؟ عدد المولات اللي موجود في المعادلة، هنا 1 وهنا 2، يبقى 1/100 في 2/1 هيطلع 2/100 اللي هي 2/10^2، ولو لقيتها متكررة مرتين اختار اللي بالموجب لان دي نواتج، يبقى معدل تكوين يبقى بإشارة ايه؟ موجبة.
السؤال 46: من الشكل البياني المقابل والذي يعبر عن العلاقة بين حجم غاز النشادر الناتج من تفاعل عنصريه عند الظروف المناسبة. احنا قلنا العناصر بتاعت النشادر اللي هي ال N2 مع ال H2 كانت بتكون لي NH3، دول كده النشادر اتكون من العنصرين بتوعه. وزن المعادلة احط هنا 3 وهنا 2. هو عايز معدل تكوين النشادر من اول التفاعل لحد بداية الاتزان، من اول التفاعل لحد بداية الايه؟ الاتزان. يبقى معدل تكوين النشادر قلنا اهم حاجة الوحدة ملي على ثانية، يبقى لازم يكون معايا الحجم بالملي على الزمن بالثواني عشان اقسمهم على بعض اطلع الاجابة بسرعة. بداية التفاعل ايه؟ وصل لحد الاتزان عند زمن 20، من بعد ال20 الحجم بتاع غاز النشادر ثابت، يبقى الزمن عندي من 0 ل 20 اللي هو 20. يبقى انا معايا الزمن بالثواني ناقص الحجم بالملي، كان 0 بقى 250، ال 250 ده اللي هو الحجم اللي اتزن عنده، يبقى 250 على 20 اقسم 250 على 20 هتطلع 12.5، يبقى الإجابة 12.5 ملي على الثانية، يبقى أكيد الإجابة إيه؟ دال. طيب عايز بقى معدل التفاعل، معدل التفاعل ده بتحسب إزاي؟ خلي بالك معدل التفاعل بشكل عام مش مادة واحدة، هو ما بيسألكش على معدل استهلاك مادة ولا معدل تكوين مادة. هفهمها لك بطريقة بسيطة. لو تعالى نفترض مع بعض مثلا ان انا عندي A مع B ادالنا C و D. انا عندي A و B و C و D كابيتال، دي المواد، و A و B و C و D سمول، دي الوزن. R اللي هو الريت اللي هو المعدل، معدل التفاعل التغير في التركيز مثلا على التغير في الايه؟ في الزمن للمادة A، بس اقسمه على ال A سمول اللي هو وزن الايه؟ ال A. طيب مش فاهم كويس، التغير في تركيز البي على التغير في الزمن بس اقسم على الوزن اللي هو البي سمول بس بإشارة سالبة لأن دي متفاعلات، التغير في تركيز السي على التغير في الزمن واقسم على السي اللي هو الوزن، التغير في الدي على التغير في مين؟ في الزمن. احنا دلوقتي معانا معدل تكوين النشادر صح؟ معدل تكوين النشادر ده فيه مشكلة، قلنا ملي على الثانية اللي هو الحجم بالملي على الزمن بالثواني من اول التفاعل لحد ما ايه؟ ما اتزن. يبقى انا كده جبت الايه؟ معدل التكوين. انا عايز بقى مش معدل التكوين، معدل التفاعل. معدل التفاعل بيكون معدل الاستهلاك بتاع اي ماده او معدل تكوين اي ماده بس اقسمها على الوزن. هو وزن النشادر كام؟ 2. يعني هات 12.5 ده اقسمها على 2 هتطلع معاك 6.25 ملي لكل ثانية، أو فعلا كاتبها لك 6.25. طب لو معاك معدل استهلاك ال H2 اقسمه على 3 هيطلع لك معدل التفاعل بشكل عام. معاك معدل النيتروجين اللي هو كاستهلاك اقسمه على 1 هيطلع نفس الرقم طبعا، يبقى ده اسمه معدل الايه؟ التفاعل. أتمنى تكونوا فهمتوا الجزئية دي. السؤال 47: في التفاعل التالي أي العبارات التالية صحيحة؟ هل معدل استهلاك النشادر نصف معدل انتاج النيتروجين؟ قلنا اهم حاجة عدد المولات، هنا 4 وهنا 2 يبقى هنا ضعف مش نص، يبقى دي غلط. معدل انتاج الماء خلي بالك 6 مول، بيقارنها بالنشادر 6 على 4 تساوي كام؟ تساوي 3 على 2، هو كاتب 2 على 3 يبقى غلط. معدل انتاج النيتروجين نصف معدل انتاج الاكسجين، لا النيتروجين بالنسبة للأكسجين يبقى 2 على 3، 2 على 3 مش نص، يبقى دي غلط. معدل إنتاج الماء ضعف معدل استهلاك الـ O2، طيب الماء مع الـ O2 الستة بالنسبة للتلاتة ضعف ولا لا؟ يبقى ضعف، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال، يبقى أعرفها عن طريق عدد الإيه؟ المولات. السؤال 48: إذا كان معدل استهلاك الـ SO3 يساوي 4.10 أكتبها تحتها لتر لكل ثانية، فإن معدل تكوين غاز الأكسجين باللتر لكل ثانية برضه كم؟ دي سهلة جدا، هنكتب إنه فوقها 2 اللي هو وزن المعادلة، وإنه فوقها إيه؟ 1. 4.10 في 1 على 2 تطلع كم؟ 2.10 إيه؟ لتر على الثانية. وفي طالب ما يعملش كل الحوارات دي بمجرد النظر،
انا معايا ده وعايز ده، طب ما انا عارف ان ده 1 مول وده 2 مول، يبقى اكيد ال1 مول ده نص ال2 مول، يبقى نص ال4 من 10 كام؟ 2 من 10، او مختار جيم، يبقى تحلها بمجرد النظر. السؤال 49، اذا كان معدل استهلاك غاز N2O يساوي 2.4 مول على الدقيقة، اجي تحت ال N2O واكتب 2.4 مول على دقيقة. عايز معدل استهلاك الاكسجين، اقول له انا معرفش هو كام مول على الدقيقة، يلا اكتب ان هو كام مول، 2، وهنا كام؟ 3. 2.4 في 3 على 2 طلعت معايا 3.6 مول على الدقيقة، ما هما نفس الوحدة. ادور عليها في الاجابات، دي مول على الدقيقة غلط، مول على الدقيقة هنا غلط، لان انا عايز 3.6 موجودة اهي يا مستر، اختارها؟ لا برضو ما اختارهاش. ليه يا عم؟ لانه كاتب لي هنا 3.6 مول على الثانية، انا قايل لك هي 3.6 مول على الايه؟ الدقيقة. ما طالما ده مول على الدقيقة يبقى ده مول على الدقيقة. طيب احولها لمول على الثانية، لان الاجابة المفروض يا الف يا جيم. طيب احولها ازاي؟ مول هسيبها زي ما هي، الدقيقة عايز احولها الى ايه؟ ثانية. يبقى اعمل ايه بقى؟ الدقيقة عشان تحولها لثانية تضرب في 60، بس ما تضربش ده في 60، اقسم على 60. ليه يا مستر؟ اقسم ليه؟ ما انت بتقول نضرب، لان الدقيقة في المقام اصلا هي المفروض 3.6 مول على دقيقة، تمام؟ فالمفروض اصلا الدقيقة دي في المقام، فانت عشان تحول الدقيقة اللي في المقام الى ثانية هتضرب في 60 في المقام، يعني كأنك قسمت على 60. طيب لو انت عندك مشكلة في الرياضيات ممكن تحسبها بطريقة المقصات، قل له 3.6 مول على الدقيقة، مول على الدقيقة يعني مول لكل دقيقة اللي هي 60 ايه؟ ثانية. هو بقى عايز هي كم مول لكل ثانية واحدة، او ما دي معناها لكل ثانية، لكل ثانية واحدة، طرفين في وسطين، 3.6 في 1 على 60، برضو قسمت على 60 هو زي ما قلت لك، يبقى 3.6 على 60 هتطلع 6 من 100 مول على الثانية، يبقى اختار الإجابة إيه؟ جيم. السؤال رقم 50، قطعة من الرصاص كتلتها 100 جرام، أضيف إليها حمض الهيدروكلوريك المخفف فكان معدل التفاعل بتاعه 0.125 من 1000 مول على الثانية، اتفعلت فداب منها جزء، عايز كتلة هذه القطعة المتبقية بعد مرور 3 ثواني. طيب هو عايز كتلة وجايب لي هنا عدد ايه؟ مولات، يبقى لازم اجيب المعدل ده مش بالمولات، بالكتلة، تمام. عايز اعرف المعدل كام جرام لكل ثانية، يبقى اقول له الكتلة بالجرام تساوي عدد المولات في الكتلة المولية، عدد المولات 0.125 في الكتلة المولية 207، اضربهم في بعض هيطلع معايا 25.875 جرام، دي معدل التفاعل لكل ثانية. يبقى انا عندي دلوقتي 25.875 جرام لكل 1 ثانية، دي انا ترجمت دي بدل مول على الثانية خليتها جرام على الثانية، حولت المول الى جرام، ضربت عدد المولات في الكتلة المولية. هو بقى عايز كم جرام هيدوب لكل 3 ثواني، طرفين في وسطين اضرب في 3 هيطلع معايا 77.625 جرام. هل اختار الإجابة بقى؟ لا ما اختارهاش، دي كتلة المادة اللي اتفعلت اللي دابت، معدل التفاعل ده اسمه معدل التفاعل، هو بيقول لك انا عايز اللي اتبقت. طيب هي اصلا كتلتها كانت كام جرام؟ 100، اطرح من ال 100 دي 77.625 تساوي هيطلع معايا 22.375 من 1000 جرام، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 51، عايز عدد مولات الخرصين المستهلكة بعد مرور 10 ثواني، لو أنا عرفت إن معدل التفاعل 5 جرام لكل ثانية، ده معناه إن أنا عندي 5 جرام هيدوبهم أو هيتفاعلهم لكل 1 ثانية. هو بيقول لي بقى لكل كام ثانية؟ 10 ثواني، يبقى هيتفاعل كام جرام؟ 5 × 10 على 1، يبقى هيتفاعل 50 جرام من الخرصين، بس هو مش عايز الكتلة، هو عايز عدد المولات، بسيطة.
عدد المولات بيساوي كتلة على كتلة مولية. الكتلة اللي اتفعلت هي 50 جرام، والكتلة المولية للخرسانة جايبها لي في المسألة ب65. أقسم 50 على 65 يساوي، هيطلع معايا 0.769 مول، تمام؟ يبقى 0.77 بالتقريب، يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال 52، الشكل التالي يوضح تفاعل كيميائي يمكن التعبير عنه بالمعادلة الآتية: A ادت لي B، والـ A ده وزنها 1 والـ B وزنها إيه؟ 1، ودي متفاعلات ودي نواتج. يكون معدل التفاعل خلال الفترة الزمنية من 20 إلى 40 ثانية يساوي كم مول على الثانية؟ يبقى بالعقل كده قلنا 100 مرة عشان نحسب معدل التفاعل، أهم حاجة عندي الوحدة، كم مول لكل إيه؟ كم ثانية؟ يبقى هقسم عدد مولات على زمن بالثواني، هقسم الفرق في المولات على الفرق في الإيه؟ في الزمن بالثانية. هو قال لي من 20 ل 40 ثانية، أدي 20 ثانية وأدي 40 إيه؟ ثانية. أحسب معدل التفاعل عن طريق التغير في عدد مولات الإيه أو التغير في عدد مولات البي. تعال نحسبها مرتين والمفروض إنه يطلع نفس الرقم. تعال نحسب معدل التفاعل عن طريق الإيه أو البي. هو بيقول لي مول على الثانية، يبقى قلنا التغير في عدد المولات على التغير في الإيه في الزمن. الإيه كان 54% بقى 30%، يبقى أقول له عدد المولات التاني ناقص الأولاني 30% ناقص 0.54 على التغير في الزمن اللي هو 40 ناقص 20 اللي هو T2 ناقص T1، أدي 20 وأدي إيه؟ 40. هيطلع لي كام؟ هيطلع لي سالب 1.2 في 10 أس سالب 2 مول على الثانية، طلع بالسالب لأن ده معدل استهلاك، تمام؟ أو لأن الإي ديت متفاعلات. المفروض على فكرة الأر دي أقسمها على 1 اللي هي الوزن، بس هنا الوزن إيه؟ 1. أنا ممكن أحسب الأر عن طريق البي، التغير في عدد مولات البي النهائية اللي هي 70% ناقص 46% عدد مولات النهائية ناقص الابتدائية، الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي، وأقسم المفروض على 1 لأن هنا الوزن 1، مش هتفرق. هيطلع لي موجب 1.2 من 10 في 10 أس سالب 2 مول على إيه؟ على الثانية. ده لو أنا هطلع معدل استهلاك الإيه؟ الإيه؟ أو معدل تكوين البي، لكن لو هقول معدل التفاعل مش هكتب لا موجب ولا إيه؟ ولا سالب. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. آخر سؤالين معانا النهاردة، ويبقى كده خلصنا الدرس الأول. أي المعدلات التالية تعبر عن التفاعل الموضح بالشكل المقابل؟ هلاقي هنا المتفاعلات بتقل شوية وبعدين تثبت، والنواتج زادت شوية وبعدين إيه؟ ثبتت. يبقى ده تفاعل متزن، يبقى سهمين هلاقي كله سهمين. هلاقي المتفاعلات بتبدأ تقل وبعدين تثبت اللي هي الإيه، والنواتج كانت صفر وزادت اللي هي البي والسي، هلاقي المتفاعلات كلها إيه؟ والنواتج كلها بي وسي. طب هعرف ازاي الوزن؟ انا هعرف الوزن عن طريق معدل النقص ومعدل الزيادة. طيب هي الصورة مش واضحة عندي، بس هتلاقيها واضحة عندك جدا في الكتاب. هي مش واضحة عندي عشان التصوير. انت هتلاحظ ان الايه لما جه قل، قل بمقدار مربع واحد، يبقى احنا هنعتبر ان هو قل بمقدار اكس واحدة، والسي لما جه زاد، زاد مربع واحد، يبقى هو زاد باكس واحدة. اما البي لما جه زاد، زاد بمقدار مربعين، يعني زاد بمقدار 2x، يبقى الوزن بتاع الـ A والـ C نفس بعض، والـ B ضعفهم. ده بينطبق على المعلومة إيه؟ على المعلومة ألف. الـ A وزنها 1 والـ C وزنها 1 والـ B وزنها كام؟ 2، لأن الـ A قل بمقدار X والـ C زادت بمقدار X والـ B زادت بمقدار 2x، تمام. السؤال الأخير معانا النهاردة، السؤال 54، يوضح الشكل المقابل رسما بيانيا لمعدل تفاعل كيميائي ما. ما التفاعل الكيميائي الذي يمثله المخطط؟ هتلاحظ ان المتفاعلات هي اكس، والنواتج هي واي وزد، والمتفاعلات وصلت للصفر، يبقى ده تفاعل تام، يبقى هلغي كل ده، يبقى اكيد ظهرت الاجابة، يبقى الاكس هو المتفاعلات. هلاقي تركيز الواي اكتر من الزد، يبقى الواي 2 والزد ايه؟ 1، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله.